أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، میں ہوں قاری مظہر، اور آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ اللہب کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے تلاوت کے ساتھ سورۃ کو سماعت فرمایا، اب انشاءاللہ العزیز لفظ با لفظ اس سورۃ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ سورۃ تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا، تبت يدا تبت يدا أبي 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 لهب وتب، لهب وتب، لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى، ما أغنى، ما أغنى عنه، عنه، عنه ماله وما كسب. ماله وما كسب، ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى، سيصلى، سيصلى نارا ذات لهب، نارا ذات لهب، نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، وامرأته، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها، في جيدها، في جيدها حبل من مسد، حبل من مسد، حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد.